تخيل إنك تعيش كل حياتك بدون ما تتحمم، أو مثلا تتحمم وقت عرسك بس. مجرد إنك تتخيل هيك شيء رح تبلش تحك بجسمك، بس اليوم نحن اللي رح نحممك، بقصد بجوز تروح تتحمم بعد هالفيديو، وإذا ما بدك تتحمم في عندك خيار تاني رح أخبرك عنه بالأخير. مساء الخير جميعا، معكم الرادار، واليوم رح نحكي عن معتقدات الأوروبيين عن المي والحمام. كانوا الأوروبيين بيعتقدوا إنه الحمام كفر، وكانت الكنيسة محرمة عليهم إنه يتحمموا. كانوا معتقدين انه كل ما كان الواحد قذر ومنشح فهو عم يتقرب من الاله اكثر. انت بتتكلم جد؟ فبالتالي كان الاوروبيين ريحتهم سيئه جدا عكس اصحابنا الحاليين اللي بتحمموا كل يوم قبل ما يطلعوا على شغلهم، لدرجه انه مبعوث روسيا وصف الملك لويس الرابع انه ريحته كانت أسوأ من ريحه الحيوانات البريه. على فكره حتى الروسيين ما كانوا احسن منه، لدرجه كان القيصر الروسي يقضي حاجته على حيط القصر قدام كل الناس. حتى ملكة قشتالة إيزابيلا الأولى لما قتلت المسلمين بالأندلس دمرت كل الحمامات الأندلسية، يعني لا تحممت ولا خلت حتى يتحمم. نعم يا أختي، وهي بحياتها ما تحممت غير مرتين أصلا مثل صاحبك اللي من العيد للعيد لا يتحمم. أما الملك فيليب الثاني منع كل الأندلسيين يتحمموا، وبنته المصوني إيزابيلا الثانية، هي غير الأولى، هذه غير هذيك، قررت أنه ما تغير ملابسها الداخلية لينتهي الحصار، والحصار ظل 3 سنين والمخلوقة ماتت من الوساخة. طبعا نحن عم نحكي عن ملوك، فتخيل الوضع بالنسبة لعامة الشعب. وبسبب كمية كل هالوساخة صار الطاعون يجتاح أوروبا كل فترة ويقضي على نص الشعب. فكانت المدن الكبيرة مثل لندن وباريس يكون تعدادها 40 أو 30 ألف نسمة، أما المدن الإسلامية توصل للمليون. حتى الهنود الحمر كانوا بس يلتقوا مع الغزاة الأوروبيين يحطوا ورد على أنفهم مشان ما يشموا ريحتهم. طبعا شو كانوا الفرنسيين يعملوا لحتى يغطوا على نشحهم؟ كانوا يستخدموا شعر مستعار مشان شعرهم المزيت ما يبين، ومش كده وبس، لا، وبلشوا يبدعوا بالعطورات لحتى يغطوا على ريحتهم اللي عبت الشوارع. ولهيك اليوم نحن بنسمع بأهمية وأشهر العطور الفرنسية اللي تم اختراعها حتى تغطي على الريحة البشعة. وبالأخير راح أخبركم شو قال المؤرخ الفرنسي دريبار. قال إنه نحن الأوروبيون مدينون للعرب والمسلمين اللي علمونا كيف نحافظ على نظافة جسمنا، وكانوا عكس الأوروبيين اللي ما بغيروا ثيابهم إلا بعد ما تتوسخ وتطلع منها ريحة بشعة، فصرنا نقلد المسلمين ونغير ثيابنا ونغسلها وننظفها. وقال إنه المسلمين كانوا يلبسوا ثياب نظيفة وحلوة، وحتى البعض منهم كان يزينها بالأحجار الكريمة مثل الياقوت والمرجان. وأخيرا عزيزي المشاهد، قدامك خيارين، يا بتروح بتتحمم يا بتجيب لك عطرة فرنسي. وللأربعة الجاي بشوفكن على خير.